السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم البنات واحد المهم واحد الكاخه رانيت بحرا يعني جاتني وبغيت نصور لكم. كما كتشوفوها هي البلاستيكه ديالو، راه غادي تشوفوا في اللقطات في الفيديو باش كنحل الكاخه. المهم البنات هاد الكاخه هادي بالنسبه للناس اللي ما داخلينش انستغرام يدخلوا انستغرام، راه كنحطت لكم فيها الكاخه وكنت قلت لكم شنو الراي ديالكم وشنو الحاجات يعني اللي غادي يكونوا الداخل ديال هاد الكاخه هادي. المهم البنات كما قلت لكم هاد الكاخه هادي غادي نجي نحلها قدامكم، صراحه مازال ما حليتها، بغيت نحلها قدامكم وبغيت نكتشفوا المنتجات اللي كاينين الداخل وكل منتج يعني لاش كيصلح. المهم البنات هاد المنتجات هادو اول حاجه منتجات طبيعيه، كاينين بزاف ديال الناس اللي كيسولوني كيقولوا لي عافاك فين غنقدروا نشريو المنتجات الطبيعيه اللي كيتباعوا يعني في المغرب، واش كتعرفي بحال مثلا لبان الدكر، بحال النيله، بحال هذاك سميتو العكر الفاسي، بحال الماسكات، بحال داكشي كله. البنات انا غادي نحط لكم هنا النوميرو انستغرام ديال السيده اللي كنشريو عندها دائما هاد المنتجات هادو، وكتصيفطهم في كاع اسبانيا واوروبا. الناس اللي كيشاهدوني بحال مثلا في الطاليان ولا في بلايص اخرى راه كتقدر دير الارسال حتى برا ديال اسبانيا. الام ديالها كيصيبوا ارغان وكيصيبوا كاع المنتجات الطبيعيه ديال ارغان ديال كلشي داكشي، وكتبقى تبيعهم في اسبانيا وما كيبيعهم في المغرب، يعني هما اصلا عندهم المشروع في المغرب كيبيعوا فيه وكتجيب حتى لاسبانيا وكتبيع. صراحه زوينه بزاف الطريقه هذه بالنسبه للناس اللي ما يعني كنحتاجوا هاد المنتجات هادو ديال التجميل ديال المغرب، ولكن ساكنين في اوروبا وصعيب دابا مع الفيروس وداكشي صعيب باش تنزلي، هي كتجيب داكشي حتى لاسبانيا. المهم البنات دابا غادي ندوزو نهضر لكم على البيديدو اللي كاين لداخل. المهم البنات من بعد ما كتشوفوا الكاخه من الداخل بحال اش دايره، كتجي صراحه ديكور زوين وعجبني الديكور ديالها، دائما كتصيب داكشي زوين وكتبدل في الباكاجين، يعني ماشي انا من الاول فاش كنت كنعرفها وهي دائما كدير في هاد الكاخه هذا، لا كل مره كتبدل الشكل، يعني داكشي زوين كل مره كتبدل الكاخه، كل مره كتبدل الباكاجين، كل مره كتبدل المنتجات اللي كاينين لداخل، كل مره الكاخه مثلا عفوا الباكاجين ديال المنتج كتغير وما كتكونش داك المنتج. البنات اول حاجه في الكاخه هي اللي فاش كتلقاي في الفوق محطوطه هو هاد الترخيطه ديالها، راه ما كانتش هكا الترخيطه ديالها في الاول، كتبدل كما قلت لكم الديكور كتبدلو، وما كانتش كديرو في الاول في هاد الخنيشه، كانت كديرو في خنيشات اخرين، داكشي كيتبدل وما كتمليش معاها وكيكون داكشي راقي عندها. المهم البنات كما كتشوفوا الاسم ديال المراه اللي كتبيع المنتجات مريم كوسميتيكوس، وكاع الريدي سوسياليز ديالها الفيسبوك انستغرام الفيسبوك وانستغرام كتقلبوا مريم كوسميتيكوس كتخرج لكم، والنمره ديال الواتساب ديالها غادي نحطو لكم هنا في البانطايا البنات، راه كاين فيها الترخيطه هذه. انا صراحه دائما كنحافظ على الترخيطه ديالها باش وعندي في الواتساب دائما كنهضر معاها الا خصني شي منتج ولا شي حاجه. وكما كتشوفوا هذا الشيء صراحه زوينين بزاف، يعني ديكور زوين بزاف. اما البنات كما قلت لكم في الاول كانت فاش كنت كنعرفها كانت السميه ديالها مريم كوسميتيكوس، ودابا دايره بدلاتها ودارت مريم كوسميتيك كما كتشوفوا البنات، هذه هي الترخيطه ديالها. وبالنسبه للناس اللي عايشين في المغرب راه عندهم راه كيبيعوا حتى المنتجات في اكادير، يعني اكادير ولكن كيوزعوها جميع المغرب، والناس اللي في اسبانيا واوروبا راه هي كتكلف بالناس ديال اوروبا. المهم كما كتشوفوا دابا غادي ندوزو نشوفوا المنتجات الداخل. اول حاجه البنات اللي كما كتشوفوا هاد بينيتانت هذا ولا البلاش اللي كتقدر ديري في الحناك ديالك وكتستعمليه حتى كالعكر. كما كتشوفوا البنات الباكاجين ديالو كيبحال اش كيجي، المهم نحيد واحد باش تقدروا تركزوا على هذا. قرعه ديال الدجاج كتجيني بحال السيرومات اللي كيجيو في الفارماسيا كما كتشوفوا بحال هكا، وقال لك فيه الريحه ديال الفرامبويسه كما كتشوفوا، وهنايا بلاش ليكيدو اللي كيصلح المخياس ولا البومولوس ولا الحناك، وحتى لابيوس اللي هما شنايف. صراحه هذا طبيعي، هذا ماشي شي حاجه فيه مواد كيميكوس كما قلت لكم، هما كيصنعوا الماكياج ماشي ماكياج يعني يلاه بداو كيصنعوا بحال هكا ديال الماكياج، ولكن هما عندهم
منتجات بحال الصابونات والمقشرات وداكشي كامل طبيعي، وهذا بان ليا من مكياج طبيعي. قلت علاش لا ما ناخذوش عندها، حيت صراحه ملينا ما بقاو نديرو هذاك المكياج ما عرفناش مناش مصنوع وداكشي، واخا كيكون ماركه غاليه، ولكن من الاحسن تاخدي هذا اللي هو سائل. سائل دائما كيبقى اكثر من بولفو، يعني السائل فاش كديري في الحناك ديالك وفمك كيبقى مده طويله، وهذا مصنوع من منتجات كيبقاو بزاف في الشنايف، كيبقاو لك حمرين والحناك ديالك كيبقاو حمرين، ولكن داك الغوص اللي كيبان طبيعي ماشي داك. المهم الا بديتي عاوتاني كتكثري فيه كتكثري فيه عاد كيعطيك لون حمر غامق. المهم هو بالدرجه داكشي باش كيعجبني، الا درتي غير شويه كيعطيك شويه طبيعي، ولا كثرتي كيعطيك سميتو. المهم البنات راه غادي ندير لكم فيديو فيه في انستغرام، غادي تشوفوه ان شاء الله، غادي نجربو معكم في انستغرام. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش انستغرام ديالي راه هو غادي غير تقلبوا بحسنا كانال ولا حسنا لاتي غادي يبان لكم. المهم البنات كما قلت لكم هذا ان شاء الله غادي نجربو قدامكم وغنشوفوا الدرجات، واخا انا عارفه باللي فيه درجات هكا يعني درجه الاولى الثانيه هكا شويه غادي هكا كتحصل على اللون انت اللي بغيتي، ماشي بحال الماكياج هكا تجيو كتجير وداكشي كله كيولي لك نفس اللون. المهم كما قلت لكم صراحه هذا اشنو كديرون بغيتي ديري الماكياج، حيت هذا اصلا ماشي ماكياج هكا ولا سميتو، كتحمري غير حناكك وكتحمري الفم ديالك، وكتقدري حتى تعومي به في لابيسين حيت ما كيتحيدش، هذا كتقدري تحمري به حناكك وفمك وكيبقى لاصق. المهم كما كتشوفوا مريم كوسميتيك كنشري عندها بزاف داكشي، حيت دائما يعني كنثق فيها، يعني كنثقوا فيها كلشي الدار كنشرو عندها، كتبيع داكشي زوين وكتوصل لك داكشي حتى للدار معقوله، يعني ما كنمش داك النوع اللي كيسرق عباد الله ولا شي حاجه معقوله. كما كتشوفوا في القناه ديالي ما كندوش انا شي حاجه الا ما عرفتهاش مزيان عاد باش كنبقى نهضر عليها ونقولها لكم. يعني ما كت يعني كتوصل لك داكشي حتى للدار، التعامل ديالها مزيان، كتعامل مزيان. انا بنادم اللي ما كانش كيتعامل مزيان واخا يكون كيبيع الذهب ما نعاودش نشري عنده، وهي التعامل ديالها زوين ومزيان بزاف. والمهم البنات كما قلت لكم دابا غادي ندوز نشوفوا المنتجات الاخرين. المهم هذا انتظروا ان شاء الله غادي نجربوا معكم في انستغرام ولا نجربوا معكم في القناه فيما بغيتوا. الا بغيتوا القناه غنديروا معكم في القناه، بغيتوا انستغرام غنديروا معكم في فيديو صغير في انستغرام. المهم غادي نحلو دابا بالزربه باش نشوفوا اللون اللي اللون والريحه. البنات بصح فيه الريحه ديال الفرومبويسه زوين، وكما كتشوفوا هذا هو اللون راه باين عليه واعر اللون تبارك الله. راه هذا غديري غير في حناكك صافي تخرجي مع الباب تكوني مشعشعه، يعني كيبان اللون ديال حناكك بلا ما ديري لينا ماكياج لا حتى شي حاجه، والشنايف ديري في الشنايف والحنيكات ديالك كيوليو حمرين. المهم البنات كما قلت لكم دابا غادي ندوزو نشوفوا المنتجات الاخرى. ثاني منتج اللي خديت عندها كما كتشوفوا دائما كيجي اللوغو ديالها وكلشي طبيعي 100%، هو هذا المقشر ديال القهوه. كما كتشوفوا انا باش عندها جابت هذا الشيء راه جديد، هذا الشيء راه نوفيداد اللي كنوري لكم جابتهم جديد، ديال هاد ديسمبر هذا ولا هاد شهر 12، هذا الجديد ديال شهر 12 هو هاد المنتجات اللي جابت. المهم كما قلت لكم البنات في الصيف كانت كتبيع، كانت جابت جديد دوك غادي نوريهم لكم في اخر فيديو. الدباج وداكشي اللي كنتو كتسولوني عليهم ما عرفتش مازال كتبيعهم ولا لا، المهم سولوها الا مازال كتبيعهم. المهم خديتهم عندها، خديت عندها دبليج وخديت عندها غورميت، صراحه زوينين. المهم غنشاركهم معكم. هذا البنات ديال القهوه انا صراحه دائما كنديرو في الدار، ولكن ديال الدار ما بحال ما كيقنعنيش، قلت غناخذو عندها هي باين عليه زوين بزاف. المهم كما قلت لكم المقشر ديال القهوه كيعجبني بزاف، دائما خصني نقشر الجسم ديالي بالقهوه حيت القهوه زوينه وكتحيد حتى دوك الخطوط البيضاء وكتنقي داكشي مزيان، والقهوه زوينه حتى الريحه ديالها كتعطيك بحال واحد الاسترخاء. المهم كما قلت لكم البنات هذا هو، غادي نحلوه من الداخل. كتشمي ريحه القهوه طبيعيه، ماشي زعما شي تخربيقه ولا شي حاجه، داكشي طبيعي عندها كما كتشوفوا وزوين. راه انا كنثق فيها 100%، يعني راه ماشي غير انا وجيت دوزتها، راه شحال هادي وحنا كنتقضاو عندها، راه تكون شي
شي وقيله من 2000 وما بقيتش عاقله، وانا كنعرف هاد البنت هادي كتبيع هاد المنتجات ديال التجميل، وصراحه ولات صاحبتي حيت ظريفه والتعامل ديالها مزيان بزاف. المهم كما كتشوفوا حتى هي راه من اكادير. المهم كما كتشوفوا اكسفولينتو والباكاجين زوين بزاف. المهم البنات كما كتشوفوا هذا اكسفولينتي ديال العكر الفاسي، هذا البنس ديال العكر الفاسي كما كتشوفوا. الناس اللي كيبغيوه هكا الجلد ديالهم يبان هكا احمر زوين، اللون ديالو زوين كما كتشوفوا، راه مجهدش فيه العكر الفاسي، كيبان غير بحال اللون ديال اللون الفاني دي بحال الفريز ولا شي حاجه هكا. زوين بزاف وفيه 200 غرام، كيجي فيه اللوغو ديالها وكيجي فيه الطبع باللي فيه منتج باللي هو منتج طبيعي 100%. كما قلت لكم هما راه ما كيديروش معاه شي منتج هكا ماشي تلهي، حيت هما معروفين عندهم هذاك كيصنعوا المنتجات ديالهم هكا طبيعي، يعني بحال قلتي لابوراتوريو ديال مير روبوتيكا، حتى هما كيصنعوا الشامبو ديالهم في اسبانيا كيصنعوا الشامبو ديالهم، راه شاركتو معكم طبيعي. ايوا هما كذلك عندهم امكانيات باش يصنعوا داكشي ديالهم المنتجات ديالهم طبيعيين ويبيعوهم في المغرب واوروبا. المهم البنات كما قلت لكم ها هو ديال العكر الفاسي، دابا غادي نحلوه من الداخل باش نشوفوه. واو البنات الريحه ديالو زوين بحال فيه المسك كما كتشوفوا، ها هو من الداخل كي كيجي فيه هاد الحبوب الكحلين هادو اللي كيسميتو اللي كيقشرو كيساعدو على سميتو، والريحه ديالو زوينه، الريحه ديالو بحال المسك، ما عرفتش الريحه ديالو زوينه. هاد المقشر هذا عجبتني شي، يعني ريحه طبيعيه ما كتحسيش بها بحال ديك الريحه الاصطناعيه ولا بحال دوك المقشرات ديال اللي كيتبعوه هكا في المكازات وداكشي، باش كتحلها كيعطيك واحد الريحه هكا مجهده وداكشي ارتيفيسيال، هكا تشم ريحه الكوك ارتيفيسيال وكتبقاي تشمي داكشي حيت كيزيدوا ليه غير نكهات وما كيديروش داكشي شي حاجه ماشي طبيعيه. المهم البنات الناس اللي باغيين المنتوجات الطبيعيه ديال المغرب وخصوصا رخاصين يعني ثمن مناسب، كما كتعرفوا اسبانيا راه كاع الا هما كيبيعوا المنتجات هكا مثلا بحال منتج طبيعي راه هما كيديروا بزباله فلوس، حيت هما شي حاجه طبيعيه راه عندهم هما شي حاجه، وهما صراحه كيبيعوا باثمنه مناسبه يعني الثمن مناسب يقدر عليه اي واحد، وخصوصا طبيعي يعني ماشي شي حاجه مزيوده فيه ماشي حتى ليه. دابا غادي ندوزو نشوفو اخر منتج ديال الناس اللي دائما كيسولوني كيقول لي عافاك النيله. النيله البنات راه كتبيعها هكا، نيلة كناخدها عندها، راه خديتها عندها وكنت شاركتها معكم في الفيديو ديال العام الفايت، وغادي نشوف دابا الا كاينه عندي هنا سميتو، غادي نجبدها لكم باش نوريها لكم النيلة اللي كتبيع هي. وعندها مقشر ديال النيلة كما كتشوفوها، هو ثلاثة ديال المقشرات، واحد شديت هذاك ديال العكر الفاسي اللي وريت لكم ديال القهوة، وهذا ديال النيلة. النيلة البنات كما كتشوفوا كتبيض الجسم، الناس اللي في الجنوب بحال انا من الجنوب كنكونوا كنعرفوا حنا باللي النيله راه زوينه وكتبيض الجسم. الناس اللي باغيين يعني الجسم ديالهم يخرج منه الاوساخ ويولي بيض يقدروا يستعملوا المقشرات هكا ديال طبيعيه ديال هكا ديال النيله، وهذاك حتى هو العكر الفاسي راه مزيان كيخلي لك واحد اللون زوين كيبان في الجسم ديالك. كما كتشوفوا راه العريسات في القدام شنو كانوا كيديروا، كيديروا النيله ويديروا العكر الفاسي وداكشي باش يولي اللون ديال الجسم ديالهم كيبان زوين. المهم دابا غادي نحلوا هذا المقشر من الداخل وغادي نشوفوا حتى هو البنات فيه الريحه زوينه، جاني بحال فيه الريحه ديال الكوكو كما كتشوفوا، كيجي من الداخل داير بحال هكا. قلت لكم العكر الفاسي اللي كتبيع هي واللي خديت عندها العام الفايت راه شاركت معكم في القناه هو هذا، ونفس القريعه راه عندها هو طبيعي 100%، ونفس القريعه كتبيع النيله. النيله راه كملات ليا البنات كما كتشوفوا، وبقى لي العكر الفاسي حيت كتهزي فيه غير شويه شويه صافي كيولي كيحمر بزاف. بالنسبه لهاد الدبالج هادو كما قلت لكم كانت كتبيعهم في الصيف، دابا حاليا ما عرفتش واش كتبيعهم مازال ولا لا. كنت خديت عندها هاد الدبليج هذا كما كتشوفوا راه اللون ديالو ما مشاش، وخديت عندها هاد
هاد الكورميطه هادي كما كتشوفوا هادي خديتها عندها، كانت كتجيبهم من المغرب وكتبيعهم. دابا حاليا ما عرفتش، سولوها، نخليكم الرقم ديالها سولوها. انا صراحه خديت عندها هذا وخديت عندها داك الدبلج وكيجيو زوينين في اليد. المهم البنات راه ماشي غير هاد المنتجات اللي كتبيع، راه كتبيع بزاف. كتبيع زيت ارغان اللي كتكال وزيت ارغان ديال التجميل، وكتبيع املو. بالنسبه للناس اللي عارفين املو، راه الناس ديال سواسه غادي يعرفوه، يقدر حتى المغرب كامل غيعرف. وكتبيع بزاف ديال الحاجات، ماشي غير هذاك الشيء، راه كتبيع كلشي. وكتبيع البخور، وكتبيع دوك المبخرات، دوك اللي كدير فيهم البخور وداكشي، كتبيعهم مزوقين وزوينين. واش تاني؟ المهم كتبيع بزاف ديال الحاجات، كلشي اللي بغيتو راه كيتباع عندها. نخلي لكم الرقم هنايا ونخلي لكم في التحت. والناس اللي غيدخلوا عندي انستغرام راه غادي نحط لكم هذا، وانستغرام ديالها راه نفس السميه اللي قلت لكم، مريم كوزميتيك، غير درتوها غادي تخرج لكم. وبسلامه البنات، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.